يا نشوان الشباب تبغى مسابقه حلوه. اليوم هو يوم العالمي لهشاشه العظام. هشاشه العظام. بنسوي مسابقه حلوه خلاص. ها اللي يكسر عظم الثاني. لا 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 اخذت السفاره اقول ما اما الحين تسويها على راسي دكتور ولا بس اسمع اسمع والله في فكره حلوه. عندك هشاشه العظام كل واحد ياخذ اسم عضو خلاص. ياخذ اسم عضو في الانسان. اوكي مثلا انت انا مفصل مثلا انت الاصابع ابو حور. انا ابو ممتاز الاصابع. انت يا بنت خير الكف خلاص. انت ايش اسم هذا؟ الساعد. الساعد. وانت الركبة. ايش هذا اسمه العظم؟ طيب هذا الترقوه. ابو حور انت الركبه. يا بحور تعال تعال جابر 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 والله مسابقة حلوة. فأما أن تجد منه ريحة طيبة أو يحرك ثيابك. تعال 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 هنا تعال هنا بحور. يلا جابر أنت إيش؟ طيب كل واحد حفظ وشي ياخذ. أنا الاثنى عشر. الاثنى عشر حفظتوا؟ الاثنى عشر مو بعضو. لا لا العط. أنت إيش؟ الاثنى عشر عضو يا عبد القادر. أنت دكتور. أنت الترقوة. اسمع اسمع أنت إيش؟ عظام الاثنى عشر وش؟ عضو. اوكي بس هذا خلاص انا ابغى هو يرجع للعظام. هذا ليس بالعظام هذا بالباطنيه. انت العظام ولا ايش؟ انت ايش الرقبه خلاص. لا لا انا ما ابغى في الرقبه. ارساغ الاصابع. ما ابغى رقبه. انت ارساغ الاصابع. انت ايش؟ خلاص القلب الرجل. يا اخي لازم عظمه. عظمه انت الكوع. خلاص انت الركبه. ركبه انا الصدر. محسن الركبه. لا 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 الصدر الصدر. انا الكرسي. هذول ما انت هذه الكرسي. يا اخي قلنا عظام خلاص. انت القلب. انت الاضلاع يا عيال. كل واحد يحفظها. أنا كل واحد قلبي. يحفظها عشان بيجي فيها اسئله بسرعه. انا ضلوع القصير. انا ضلوع. هات اللي هنا ايش اسمها؟ انا ضلوع. ها ضلوع القلب. هنا ال انت ما تعرف اسمها. انا اعرفها بالانجليزي بس نسيت العربي. انا طيحي يا شجره. يا اخي ايش اسمه؟ عظمه القص الصدري صح؟ اللي هنا القص الصدري. طيب انت ايش؟ ايش انت عظمه الفخذ. يلا خلاص عظمه القص ذي ما ادري ايش اسمها. هذه اللي هنا عرفتها؟ طيب نطلع كذا. استني وش المطلوب؟ بقول لك. انت ايش؟ بابا الراس الجمجمة. انت شوف من فوق خلصنا. باقي خلنا نشوف عظمة الساق. بس كذا لعبة ترى ما عندك مشكلة. انا الكوع. انت من مفصل الكوع؟ انت مفصل ايش؟ انا عظام الرقبة. قد راحت. في نهاية المسجد انا الفك السفلي. لا عظمة العين هذه. ايش عظمة العين؟ يقصد الرمان. الرمان هذه يعني عظام الوجه. عظمة الوجه يعني عظام الوجه كامل. يا الله ليش اخترت العين بس؟ انا عظم هنا في عظم فيها عظام الفك. فك طيب عظم الفك. الفك الفك طب انت ايش قلت لك؟ شنو هذا؟ شنو السالفة؟ انت ايش قلت لك؟ قلت لي الاصابع. ايش؟ الاصابع. الاصابع انت؟ طيب اسمع ايه شوف كل واحد كل واحد يذكر فائدة بسرعة. ايش اللي عندك؟ الأصابع. يلا عطني فائدة وامشي بسرعة. اللي بتأخر بيطلع من اللعبة. ممتاز. اللي بتأخر ما بيجيب فائدة خلاص فكر. أنا طبعا أنا الحكم. خلاص روح سالفة هناك. يلا أنت ابدأ بالأصابع. الأصابع وعطني فائدة. بعدها طلاب. يلا ابدا. اللي بيتاخر ما بيطلع. كيف يعني ابدا؟ ايش فائده الاصابع؟ مثلا انت الاصابع اعطيني فائده الاصابع. فائده الاصابع اي بسرعه. مسك الاشياء. العض هي اللي تمسك الساعد والاصابع باليد. شوفوا اللي جابه صح يا اخوان غبي. شوفوا اللي جابه صح. العض هي الواصل بين الساعد والكف وذي. طيب انت ايش؟ الساعد مصدر القوه في اليد. تحمي الرقبه. انت ايش؟ ترقوه. طيب ايه وش فايدتك؟ ايه تحمل. وين ترقوه؟ ما ادري وين الترقوه دي. عظمة الترقوه. تحمي الكتف. تحمي الكتف. تحمي يقول تحمي. تحمل ولا تحمي؟ ايوه 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 هذه كتف ورا. تحمل. كيف تحمي؟ لا هذه تحمي الرقبه. الرقبه سعد تحمي الرقبه على علي عبد المعطي برا. انا العصعص الذي لا يتحلل في القبر. العصعص قفص الصدر يحمي الجهاز التنفسي ويحمي القلب. والله بطل افضل اجابه. وانا انت ايش قلت لك؟ نسيتها والله. هذه اللي هنا القص الصدري. تمسك اضلاع الصدر. ايوه صح. وتمسك اضلاع الصدر وتحمي الرئتين. لا اللي تحمي الرئتين صح. هي تمسك الاضلاع. طيب انت ايش قلت لك؟ عظمه الفخذ. الفخذ. يلا عظمه الفخذ. ايش تسوي؟ ايش تسوي عظمه الفخذ؟ تساعد في الحركه.
بطل انت ايش؟ الجمجمه. ايش تسوي الجمجمه؟ تحمل الدماغ. والله يا بطل انت ايش؟ عظمه الساك. ايش تسوي؟ تساعد على الوقوف. انا الكوع تفصل ما بين هذا وهذا. ممتاز انت. هذا الفك يطيح عمره سلامه، هو اللي يمسك الاسنان لا تطيح، وهو اللي نحتاجه في الاكل واكل كل شيء. المعاوش. المعاوش. طيب يلا بسرعه انت ابدا يلا راحت الفوائد. ممتاز روح. فايدة نفسها جديد. نفسها ايش نفسها؟ نجيب فائده ثانيه لين تطلع. فايده ايه؟ جيب فائده ثانيه. هو اللي يصل بالكتف. قلتها قبل شوي. لا قلت هو اللي يصل بالساعد، الحين يصل بالكتف. يلا في فرق. في فرق. سرعه. الساعد صح؟ ايه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. يساعد على الحركه. خمسة. كيف يساعد الحركة؟ يساعد تمشي حق. شفت احد يمشي على يده؟ ها اي اي امشي لك على يدي. لا الف. ايوه يساعد الحركة. هو الذي لا يستطيع الانثناء. صح ما ينثني الساعد. طيب ايش الفائدة اذا مثلا؟ ما ادري. برا غازي برا. يلا بعد العشرة برا معي سنة 50. انا بس اعرف العصعص 100 حلقة. واحد ما لي صلاح. يلا ما اعرف شو غيره. اثنين ثلاثة. ما عندك اجابة؟ لا بس عصعص انا عارف اللي ما يتحلل. رب حد يعرف العصعص؟ خمسة ستة. يحمي الحبل الشوكي. يحمي الحبل الشوكي. عندما تكون ضغوطات على الصدر ايه؟ تكون جهاز التنفس يتنفس طبيعي. طيب هي نفسها. لا هذيك غير. هذه غير. واحد. لا لا هذيك غير. هذه غير. نفسها هي حماية ال. اي اوكي. قصدك شنو يعني نظام؟ شو في فائدتها؟ فائدة ثانية. واحد. فائدة ثانية طويل العمر والسلامة. ثلاثة. دقيقة والله لوني كمبيوتر عادي. خمسة. ستة. سبعة. ايه ايه ايه. ثمانية. توصل الدم الى القلب. توصل الدم الى القلب. لا هي من عنده يعني تحمي الصدر. يوصل الدم للقلب صح؟ لا غلط. هو الاضلاع مغطي على جهاز التنفس والقلب. طيب ويجي الدم يدخل من عنده يعني هم بعد فيها فايده للقلب بعد. يا اخي تذكر الدخول يا شباب الاجابه كيف؟ لا لا انا انسحب انا عندي اضافه. ها والله ما دخل في نقل الدم. غازي فهد ها هو العضو الاساس في القفص الصدري. لا 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 اساس القفص هذا نفسه بس جبته بحركه ثانيه. في فائده ثانيه تخرب الشخصيه. واحد يحمي. يحمي ممتاز. هو يصل ويحمي نفس الوقت. واحد اثنين يلا فخر. يلا فخر. اطول عظمه في الجسم. متاكد من المعلومه هذه؟ ايه اطول عظمه في الجسم. اطول ايه, إيه انا والله ماني متاكد منها. لا لا بس ايش الفائده اذا كان اطول؟ ها لان يعتمد الجسم كامل عليها. طيب انت قلت قبل شيء ساعد على ساعد الحركه. ها اللاعب اذا جاء رباط صليب لازم يقوي الخاتم. توتر رباط يحمي من شو اسمه الاصابه رباط الصليب. رباط الصليبي في الفخذ. ايوه هو في الركبه بس ما ادري عنه ذا. هذا اللي يحمله تخشيش غلط. اذا جاء الفخذ يحمي الرباط الصليبي. ايوه اذا جيت تتاهل لازم افخاذك تكون قويه. والله والله العظيم من الصدق. طيب يلا اوكي حلافي. الجمجمه. الجمجمه تحمي المخيخ. يلا احمل مخيخ. هاي تصلح الغازي. تسجل فيها هدف اذا طافتك الكوره. تسجل فيها هدف اذا طافت الكوره. اي ما قدرت تشوت الكوره. تتوقع الاجابه صح؟ لا برا يا خالد الشيباني. لا الفك يحتضن اللسان عشان ما يحتضن اللسان. نعم ها يحرك اللسان يعني يحمي اللسان. يحمي اللسان. اي بطل العض. يلا العض طلع طلع هضم لك. ايوه العض هو اللي يشيل العضلات عشان تشيل اثقال عضلات. وصدق والله وين صح. طيب انت خلاص قد طلعت خلاص نشوان. عظمة الفخذ اكبر عضو اكبر عظمة في الجسم. اطول. أطول. ماني متاكد معلومة هذه. الله الا اطول عظمة. عند نشوان فقط توجد. توجد انا لا ها. طبعا العظام بشكل عام توجد في ايش؟ ما شاء الله تبارك الله صفائح الدم صح؟ ايش اللي توجد صفائح الدم؟ صفائح الدم ايش الفائده؟ فائده طيب خليني اكمل. اسلم اسلم. صفائح الدم مفيده لتعويض الدم المفقود في الجسم صح؟ راح طويل. فعشان كذا انت عطني فائده. اكيد لها فائده للجسم كامل لانه اكبر اطول عظمه في الجسم. طيب ايش الفائده من هذا؟ يعوض فقدان الدم الصفائح الدمويه اللي داخل عظمه الفخذ. انا اشوف جابر. جابر لجنه التحكيم الاجابه صح؟
القابات كلها خطا من الاول الى الاخر ولا قابس مشكلة عظمة الفخذ صعب من وين اطول فيه. اطول سؤال مهم عندما تكسر لا لها جبار هذا يلا يا شباب التركوة. ليس لها جبار الترقوة اذا انكسرت مع تجبر عمود الفخذ ترقوة 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 شو ترقوة معروفة لا انكسرت ما جبرت كمل نشوان ما ادري كيف اجابتك والله ما ادري تبي تمشيها مشي يلا مشي مشيها على المصيف بس تحمي النخاع المستقيم يا رجال انت قسمت الراس وش اسوي النخاع المستقيم في ظهرك صح اهم شيء صرنا الحمايه الحمايه باقي يا سعيد ها يساعد على ترتيب الاكل اهم شيء الاكل ما والله ما قلت شيء هم العيش ما قلت انا قول الهضم قلت اول شيء الاكل تساعد على الهضم اول شيء يمسك الاسماء ترتيب الهضم الهضم والثاني قلت يحفظ اللسان يعني نفسها يحفظ اللسان وهذا يساعد على ترتيب الاكل يعني قول الهضم هضم اللسان لا الاكل الهضم لا 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 الا نفسها محمود فلاح محمود فلاح الله يغل عقلك وي والله صدق بس والله كويس يساعد معلومات ولد يساعد انك تقول والله النص ما اللي يسوي كذا اصلا محمود فلاح هذا محمود فلاح ايش يسوي؟ ايش اسمه؟ يقول لك محمود فلاح اذا تبغى تنشد اي انشوده مثلا تشيله لازم تقول لا عشان ايش؟ لين ترتب الحانه في مخك مثلا عندك اي مثلا ايش تبغى؟ عشان طلعه مخشم طيب اسمع مثلا ايش تبغى؟ ابغى ناني شو غلط غلط يا طلع طلعت انا خشم ابغى ناني شو شفت كيف انفتح؟ شفت كيف افتح صوتك؟ لا تطلع اطلع اسمع ايش كذا؟ اطلع على لا طبعا عدو غلط والله غلط والله غلط والله انا باني مجد ما عندي والله غلط امشي على دو شوف الحين تكلم معي تكلم معي ها اشوف في دو لا في اني اني اول شخص شوي يتعلم جميع الموسيقى وكذا في اسبوع خلاص قايس البقرة بتحط كورال صوتين ايوه شو مثلا تبغى مكس شباب محمود تعرف ايش مكس؟ لا لا عاد زينة هو الان تعرف ايش زينة؟ تيراريرا حركة يدي يقولها كذا من تحت تيراريرا بس انا سمعت انه ملحن قوي تذكر يوم انك جانا بالفندق اخر حبه قبل والله جد والله يقولون انه ملحن قوي يا رجال انا والله محمود فلاح خدمه يا رجال تعال ابشر يا رجال بس انت ما انك مشهد هل فعلا ملحن قوي؟ نعم شباب خلاص دام انه ملحن قوي اكيد انه بيستخدم اساليب اكيد 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 الحين ما نقول لك الكلام هذا الا من حبه ومعزه هذه الحركه اللي هذه الحركه اللي ما يتقنها الا ملحن قوي صحيح. كيف كيف يا سعيد؟ لا لا ابغى اشوفها. والله راح نشوف زي اللهب زي اللهب يا سعيد زي دمعة الرب نرجع شباب خلاص انتهى انت الفايز انت الفايز انت باقي ما شاء الله انا وانا ابغى طيب انا ابغى طيب اقول ابشر ابغى طيب روح يلا روح جيب لنا في طيب عنده بس الحين من انت كل احميه يحمي يحمي انا مستاهل في معلومه جديده عندي انا مستاهل شنو السؤال شنو السؤال مستاهل تاخذ لك انت اسم عظمه في الجسم وفايده فايده لين خلص اكثر واحد فايده صلى على النبي نفداك اللهم صل على كيف حالك نفداك الله اسمعني اخترع لي او جيب لي فايدة حماية تحمي الدماغ وش بعد تساعد في تركيبة الدماغ الهيكل العظمي هي الفايدات الرئيسية حماية الدماغ حماية تدري انها اقوى العظام اي من اقوى العظام تدري الولد الصغير ان اول ما يد ما فيه ايوه ما تكمل تكمل تدري هي العظمه الوحيده يعني مين عظمه وحيده يعني اذا انكسرت يركبون صفايح يصونها بصفايح حديد لا واحد من الشباب الله يشفيه صار عليه حادث قبل فتره مشقوق منه لهنا قاطين راسه مركبين صفايح طيب راس مسكين صفايح الراس ها ابو يا لي عبد المعطي وجهك طال كنا دجاج بس ناقصه تبهيرة غازي ديابي خل غازي ديابي يجي غازي ديابي هذا لعبه اصبر 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 انت كاتب الكلمات ليش ليش لحنا تحارشني كثير
لان عيونك كانها مصاقيل ودنا نلعب فيها. طيب ابو شايع انا انسحب من المحاوره انسحب. قول خلوها قول خلوها. يلا يلا عيال من يلا من يرد عليه؟ رد عليه يا غازي. اكيد غازي لعبته. رد انت عليه رد. اوف اوف هذا مين عندنا؟ اوف هذه هذه يبعدنا. قول خلوها.